السيد عميد كلية الآداب المحترم الأستاذ الدكتور ماجد عبد الحميد، الأصدقاء والزملاء في كليتنا، طلبتنا الأعزاء، أصدقائنا وزملائنا من العراق ومن الوطن العربي، أهلا وسهلا بكم جميعا. اليوم نستضيف في أمسيتنا واحدة من أمسيات كلية الآداب الثقافية أحد أكبر الأساتذة وأيضا أهمهم في مجال التحليل النفسي، وهو الأستاذ الدكتور حسن المودن. الأستاذ الدكتور حسن المودن سيلقي محاضرة عنوانها الرواية العربية من الرواية العائلية إلى محكي الانتساب العائلي. سيرة موجزة ومختصرة للدكتور حسن. دكتور حسن هو أستاذ التعليم العالي بمركز تكوين الأساتذة في مراكش، حاصل على دكتوراه دولة في البلاغة سنة 2006 من جامعة القاضي عياض مراكش، ودكتوراه السلك الثالث في النقد سنة 1996 من جامعة محمد الخامس بالرباط. عمل بسلك الماستر في كلية اللغة العربية وكلية الآداب بمراكش، ويعمل حاليا بمركز تكوين الأساتذة بمراكش، معني في أبحاثه بالنقد النفسي وبلاغة الحجاج، حاصل على جائزة كتارة في الدراسات النقدية سنة 2016، وصل كتابه بلاغة الخطاب الإقناعي الصادر سنة 2014 إلى القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد لسنة 2015. من مؤلفاته الكتابة والتحول، صدر هذا الكتاب سنة 2000، لا وعي النص في روايات الطيب صالح، صدر سنة 2002، الرواية والتحليل النصي، صدر سنة 2009، مغامرات الكتابة القصصية سنة 2013 صدر، الرواية العربية من الرواية العائلية إلى محكي الانتساب العائلي صدر 2017، القصة القصيرة والتحليل النفسي سنة 2018، الأدب والتحليل النفسي صدر سنة 2019. من ترجماته كتاب الناقد الفرنسي. الدكتور حسن سألفظه كما اعتدنا ايوه على نفسه ايوه باللغة جون العربية. بيلمان نويل، نعم، جون بيلمان نويل، نعم. دكتور، التحليل النفسي، الكتاب عنوانه التحليل النفسي والأدب، صدر سنة 1997، وصدرت له طبعة ثانية سنة 2017. كتاب الآخر دكتور حسن، بيير، بيير بيار، بيير نعم بيار، نعم دكتور، الرواية البوليسية والتحليل النفسي، هذا صدر سنة 2015. طبعا الدكتور عضو في اتحاد كتاب المغرب، عضو في مختبرات علمية جامعية بالمغربي، جامعة مراكش، الدار البيضاء، جامعة بني ملال، عضو محكم أيضا لجوائز منها جائزة المغرب للكتاب وجائزة كتابة، ينشر بمجلات عربية عديدة مثل فصول، نزوة، فيصل إلى آخره. هذه كما قلت سيرة مختصرة للدكتور. الآن أرحب بالدكتور مرة أخرى وأشكره شكرا جزيلا على قبوله الدعوة، ولا بد من أن أشير إلى أن الدكتور ما إن طرحت عليه الفكرة حتى رحب ترحيبا كبيرا وسر أيما سرور واحتفى بالدعوة، لأنها من العراق كما قال يحب العراق كثيرا، ومن البصرة وهو أيضا يحب البصرة، فأشكره شكرا كثيرا وأدعوه الآن لتقديم محاضرته. على اتفقنا على أن تكون المحاضرة في حدود 45 دقيقة، نفتح بعدها المجال للنقاش. تفضل دكتور، وأهلا وسهلا بك. شكرا الصديق العزيز الدكتور عقيل على هذا التقديم الكريم، ولا يمكنني إلا أن أقبل دعوتكم الكريمة. للعراق مكانة راسخة في العقل والروح، وللبصرة مكانة في تاريخنا العلمي والفكري، ولا يمكن إلا أن أقبل دعوة الجامعة العراقية
العريقة في تاريخ الحديث للعالم العربي. شكرا سيد عميد كلية آداب البصرة على هذه الدعوة الكريمة. شكرا للوحدة الثقافية الكلية وللصديق العزيز الدكتور عقيل الذي كانت منه المبادرة. مرحبا بالسادة الأساتذة الكرام وبأبناء الطلبة، وأرجو أن لا أكون ثقيلا على أذهانكم ونفوسكم. لابد في هذا اليوم أننا أسجل أن الرواية العراقية قد مر على تأسيسها الآن قرن من الزمن، وقدمت للمكتبة العربية أكثر من 1000 رواية، ورسخت في الأدب العربي أسماء وازنة، وخاصة أواسط القرن المنصرم وبداية الألفية الجديدة. ولأن الرواية العراقية قد كانت من الروايات الأولى التي ساهمت بقوة في تأسيس الرواية العربية بعد بلدان عربية أخرى على رأسها لبنان ومصر، فإني أدعو اليوم المؤسسات الجامعية والثقافية والأدبية في العالم العربي إلى الاحتفاء هذه السنة بالرواية العراقية بعد مرور 100 سنة على ظهورها. عناصر هذه المحاضرة هي كالآتي: سأقدم في البداية أسئلة الدراسة باختصار شديد، ثم بعد ذلك سأحدد مفاهيمها الأساس، وعلى رأسها مفهوم الرواية العائلية ومفهوم محكي الانتساب العائلي كما تأسس في التحليل النفسي وفي النقد النفسي. ثم بعد ذلك سأقدم افتراضات هذه الدراسة في تركيز شديد، على أن إذا سمح الوقت أن أقدم في النهاية بعض الأمثلة الروائية التوضيحية التي توضح ما سبق من العناصر. إذا كما وضحت في البداية هناك مجموعة من الأسئلة، فهذه المحاضرة هي قراءة في الرواية العربية من منظور التحليل النفسي، انطلاقا من مفهومات نفسانية ومن أسئلة وافتراضات لم تجد طريقها إلى النقد الروائي العربي إلا قليلا، ومن أهمها من أهم هذه الأسئلة: ماذا عن العلاقة بين الروائي والعائلي؟ أليس السرد الروائي هو هذا البحث الدائم في المسألة العائلية؟ ألا يبدو كأن الروايات لا يكون ميلادها إلا من داخل متخيل عائلي؟ ألا يبدو كأن الرواية لا تعيد في كل مرة إلا بناء أو ابتكار محكي انتساب عائلي؟ أليست الرغبة في الانتساب العائلي هي ما يحرك فعل السرد ومحكيه داخل كل رواية؟ وهل الوجود ممكن من دون رواية عائلية تسند وجودنا نفسه؟ وكيف يمكن أن نتحمل الوجود من دون نسب، من دون تخيل عائلي، من دون هوية؟ وفي الأدب الروائي أيتعلق الأمر بالانتساب العائلي فقط بحصر المعنى، أي الانتساب البيولوجي الاجتماعي إلى عائلة معينة، أم أن هناك رغبة أدب روائي ما في الانتساب إلى أدب روائي آخر؟ وأصلاً هل يمكن الحديث عن أي أدب روائي خارج الذاكرة الأدبية الروائية التي ينتمي إليها، أو من دون أن نأخذ بعين الاعتبار العائلة الأدبية التي ينتسب إليها أو التي يريد أن ينتسب إليها؟ تلك هي بعض الأسئلة الأساس التي تطرحها هذه المحاضرة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وهي بذلك تريد أن تساهم في هذا التحول الذي يعرفه النقد الروائي المعاصر، الذي عاد لينشغل بمسألة أصل المحكي ومصدره،
وليركز اهتمامه على خطابات روائية تستعيد الذات وتسائل وضعها وهويتها وغيريتها، وتسائل مرجعياتها وأصولها، وعيا منها بأن الذات ليست كائنا مستقلا وليست كائنا من دون محددات اجتماعية وثقافية، وأن دور المحكي هو أن يسائل هذه الذات من خلال العنصر العائلي الذي يؤسسها ومن خلال الأصول التي تكونها، وأن يكشف كيف تقول هذه الذات هذه الحكاية العائلية، وكيف تحلم فتكسر أو تعيد بناء ما يربطها بهذه الحكاية. وفي الفرنسية على حال نحن في المغرب العربي كما تعرفون، في الفرنسية وربما حتى في الإنجليزية، عبارة histoire لها معنيان: histoire بمعنى الحكاية وهذه بأش مينيسكول، و histoire بأش ماجيسكول بمعنى التاريخ. إذن أو تعيد هذه الذات ما يربطها بهذه الحكاية أو بالتاريخ بصفة عامة. ولكل ذلك لم يكن ممكنا أن لا يعود هذا النقد المعاصر إلى نصوص أساس في التحليل النفسي، وخاصة عند فرويد في نصه المشهور عن الرواية العائلية، وأن لا يأخذ بعين الاعتبار دراسات الناقدة الفرنسية مارت روبير التي كشفت إلى أي حد يخترق العنصر العائلي الكتابة الروائية في العمق، وسأعود إليهما معا بتفصيل وجيز على تحال. لكنه النقد الذي يعتبر الأكثر أهمية في السنوات الأخيرة من القرن السابق وبداية الألفية الجديدة، بفضل هذا الورش الطموح الذي دشنه اليوم جيل جديد من النقاد، وعلى رأسهم دومينيك فياغ ولوران دومانز. هذا الجيل الذي لفت الأنظار بنوعية القراءات المقترحة وبتلك الجدة في التصور النظري والمنهجي الذي كان يصاحب دوما قراءاتهم في حوار متواصل مع نظريات السرد ومع نظريات التحليل النفسي. وكي أختصر هذه الأسئلة الأساس في البداية، أدعوكم إلى أن تستحضروا أي نص سردي من تاريخ الإنسانية في الآداب الإنسانية القديمة والحديثة، في القصص الديني، في التراجيديات القديمة والحديثة، في الرواية الغربية والرواية العربية والرواية الإنسانية بصفة عامة، في الأساطير والحكايات الخرافية، سنجد دائما أن السرد يسائل العائلة. هذا باختصار شديد ما يتعلق بهذه النقطة الأولى. بخصوص تحديد المفهومات، أول مفهوم في عنوان هذه المحاضرة هو مفهوم الرواية العائلية. من منظور التحليل النفسي، العائلة ليست مجرد موضوعة من الموضوعات، بل إنها البنية الأساس الضرورية في كل محكي. وإذا استحضرنا بعض التصورات النفسية والمقاربة النقدية الحديثة والمعاصرة، فإن حضور عنصر العائلي قد يتعدى كونه مجرد موضوعة من موضوعات المحكي تيما يعني، ليتحول إلى بنية على أساسها يتأسس هذا المحكي. فأصل هذا الأخير وأساسه ليس هو العائلة، بل الحكاية العائلية التي تؤلفها الذات ويكون موضوعها وعلاقتها بعالمها العائلي. وقد تكون حكاية واقعية كما قد تكون متخيلة، وهذه الحكاية العائلية التي تؤدي دورا تأسيسيا وتتقدم من منظور التحليل النفسي طبعا، وتتقدم كأنها بنية لا شعورية في مختلف محكياتنا ونصوصنا السردية، هي ما يسميه سيغموند فرويد بالرواية العائلية. بنية لا شعورية مؤسسة للسرد في مختلف أجناسه. وعبارة الرواية هنا عند فرويد بمعنى الحكاية، لا بالمعنى الاصطلاحي المتداول اليوم الذي يحيل على جنس واحد من أجناس السرد، جنس الرواية. وهكذا فالرواية العائلية بالمعنى النفسي عند فرويد هي تلك الحكاية العائلية التي تؤسس المحكي في بنياته الأساس وفي مختلف أجناسه وأشكاله وأنواعه.
ولكن وإن كان مفهوم الرواية العائلية يهم أجناس الأدب عامة والسرد منها بالأخص، فإن ما يهمنا في هذه المحاولة النقدية ومقاربة الحكاية العائلية شكلا ومضمونا في جنس من أجناس الأدب وهو الرواية والمكتوبة باللغة العربية بالتأكيد. لا شك في أن سيغموند فرويد قد كان أول من اشتغل بالمحكيات العائلية. يمكن أن نستحضر هنا رسائله إلى فليس، صديقه فليس، كان يتحدث وكان في رسائله يتحدث عن هؤلاء المرضى النفسانيين الذين يبتكرون من خلال هذيان العظمة نسبا ساميا إلى آباء استثنائيين. ثم بعد ذلك نشر فرويد نصا قصيرا من 4 صفحات، لكنه نص مؤسس ومهم جدا، وهو بعنوان الرواية العائلية عند العصابيين، وكان ذلك سنة 1909 في كتاب لأوتورانك تحت عنوان أسطورة ميلاد البطل. لكن هذا المفهوم الرواية العائلية عند فرويد لم يبقى خاصا بالأطفال بالمرضى وبالعصابيين، بل أيضا انتقل فرويد بعد ذلك إلى الحديث عن هذه الرواية العائلية على أنها بنية تتأسس في مرحلة الطفولة. في البداية يوضح فرويد، في البداية يقبل الطفل والديه بإعجاب، ومع التقدم في العمر يكتسب الطفل حسا نقديا، هو وليد الإحساس بالإحباط، فالعائلة الأصلية التي كانت مثالية قد أصبحت واقعية جدا وربما أحيانا مبتذلة، ولا بد من البحث عن آباء آخرين أفضل من أبويه الأصليين. من خلال ماذا؟ من خلال نشاط تخيلي استهامي يسمح للطفل بأن يتخيل بأنه ابن أبوين من المستوى السامي النبيل، متخلصا من أبويه الأصليين، معتقدا أنه طفل متبنى. ويلاحظ فرويد أن الطفل في هذه المرحلة من التخيل لا يدرك الشروط الجنسية للولادة والإنجاب وبإدراك الاختلاف الجنسي بين الرجل والمرأة. يحدث تحول في بنية الطفل التخيلية بعد هذا الإدراك، إدراك هذا الاختلاف الجنسي، فيزداد تعلقا بأمه الأصلية مواصلا البحث عن الأب المثالي في خياله. لكن افتراض وجود رواية عائلية بهذا المعنى عند فرويد لن يبقى سجين حكايات الأطفال والعصابيين، ذلك لأن فرويد سيؤسس لهذا الامتداد في كتابه، وهو كتاب نشره في قبل موته، يعني في سنة في العام الذي مات فيه، أي سنة 1939، وفيه تناول بالتحليل الرواية العائلية في المحكي الديني في كتابه موسى والتوحيد. وكان السؤال الأساسي في هذا الكتاب ماذا لو كان موسى مصرياً؟ وإجمالاً فإن الرواية العائلية تعني حكاية عائلية تتأسس في الطفولة على مرحلتين، وتنتج عن ذلك حكايتان مختلفتان، حكاية ما قبل إدراك الطفل للاختلاف الجنسي بين الأبوين، وحكاية ما بعد إدراك هذا الاختلاف. ويتعلق الأمر في هذه الحكاية كما في تلك بمحكي يركز على حكاية عائلية واقعية أو متخيلة تعيد الذات بناءها انطلاقا من تمثلاتها واستهاماتها وتخيلاتها. وأن يربط التحليل النفسي بين الرواية العائلية ومرحلة الطفولة معناه أن هناك بنية تخيلية تتأسس في مرحلة الطفولة وتتحول إلى بنية لا شعورية في العديد من محكيات الكبار والراشدين وفي العديد من المحكيات الأسطورية والدينية والأدبية. سيعرف هذا المفهوم طريقه إلى النقد الأدبي بفضل الناقدة الفرنسية التي أشرت إليها مارت روبير، وخاصة في كتابها الصادر سنة 1972 بعنوان رواية الأصول وأصول الرواية، هذا هو العنوان. وفي هذا الكتاب تنطلق الناقدة وهي متخصصة في الأدب الألماني، تنطلق من أن الرواية العائلية عند فرويد هي نقطة انطلاق كل رواية، وأن رواية الأصول هي أصل في كل رواية، وتفترض أن الرواية العائلية هي رحم أساس بالنسبة إلى جنس الرواية،
فلا بد لكل روائي أن يمر من هذا الغربال، عائلة محبوبة ومكروهة، جارحة ومجروحة، أمهات محبوبات مكروهات، آباء حاضرون غائبون، محبوبون ومكروهون. ومن أي خيمياء تتساءل الناقدة؟ من أي خيمياء تولد الإبداعات الروائية إن لم يكن على أساس هذه الكنوز الداخلية التي تتراكم وتتجمع؟ حكايات عائلية، ذكريات الطفولة، صور نفسية عن المحيط العائلي راسخة في أعماق اللاشعور. إن الرواية من هذا المنظور هي أفضل مكان يسمح للروائي بأن يعيد بناء روايته العائلية الخاصة، وأن يغير واقع حياته الخاصة انطلاقا من رغباته. ومعنى ذلك أن كل روائي إلا ويعبر عن رغبته في التغيير فهو يرفض الواقع من أجل حلم شخصي، وبهذا الرفض يصبح الروائي سائرا يغير بيوغرافيته، وتصبح الرواية جنسا أدبيا فرديا لا يخضع إلا لقانون الرغبة. وقد تبنت مارت روبير لحظتين في الرواية العائلية كما حددها فرويد في مرحلتي طفولة، وذلك بتصنيفها الرواية إلى صنفين. هناك نصوص الطفل المعصور عليه، حيث نجد الشك يطال الأبوين معا، ونصوص الطفل اللقيط حيث لا تقطع الصلة إلا بالأب. وهكذا ففي الصنف الأول يمر الأبوان من وضع المثل الأعلى كما وضحت سابقا إلى وضع الغريب، ويجري تعويضهما بعائلة أخرى ملكية نبيلة سامية. وفي الصنف الثاني يؤدي الاختلاف الجنسي دورا كبيرا، ما يسمح بأن لا يكون هناك الشك إلا في الأب الذي يعوض بأب آخر والذي يعتبر حقيقيا وملكيا. ولابد أن ينخرط في نظر هذه الناقدة أن ينخرط كل كاتب في واحد من هذين الصنفين بشكل يسمح بالحديث عن أدبين: أدب العالم الآخر المعطور عليه، وخير من يمثل هذا النوع من الأدب الروائي هو سيرفانتس، وذلك من خلال بطله دون كيشوت ذلك العجيب الحالم العنيد، وأدب مواجهة العالم الأصلي والعودة للانخراط فيه، وخير من يمثله في نظر الناقدة هو بالزاك. على أي حال يبقى هذان الصنفان قابلين للمناقشة، والناقدة نفسها تعتبر أن كافكا يجمع بين هذين الصنفين. ففي كتابة كافكا هناك طفل معصور عليه يعمل جاهدا من خلال أبطاله قصد الوصول إلى الوضع الاعتباري للقيط البالغ الذي يملك من المبادئ والمعارف والمهارات ما يسمح له بأن يواجه بنشاط مجموعة قوى السلطة الأبوية ورموزها وأقنعتها. على تحال كل ما قدمته الناقدة مارت روبير سيخضع للنقد والمساءلة من قبل محللين نفسيين ونقاد، وعلى رأسهم الدكتور المحلل النفسي الدكتور ديدي أنزيو الذي قدم مجموعة من الملاحظات وانتهى إلى خلاصات من أهمها. أولا، لابد أن نأخذ بعين الاعتبار أن الرواية العائلة بالمعنى النفسي هي مجرد شكل ابتدائي يتأسس في الطفولة، لكنه شكل بدائي أو ابتدائي عفوي وتلقائي، في حين أن الرواية بالمعنى الأدبي هي تشييد ثانوي. وإن كان يتأسس على ذلك الشكل الابتدائي فإن له مقتضيات وشروطا وخصائص، ويعرف هذا التشييد الثانوي للرواية تحولات وتطورات عبر التاريخ في الشكل والمضمون. ثانيا، ليست الرواية العائلية خاصة بمرحلة الطفولة في نظري الدكتور ديدي أونزيو، فالإنسان لا يكف من طفولته إلى وفاته عن إنتاج متغيرات وتنويعات على روايته العائلية، فابتكار هذه الرواية يرافق مجرى وجودنا بأكمله. ومع التقدم في السن لا تعود الرواية العائلية منحصرة في العائلة الأصلية، بل إنها ستشمل الأقارب والآخرين، فالحياة الإنسانية لن تكون مقبولة إلا إذا كان ممكنا أن تتصور حياتك الخاصة، وأن تتخيل حيوات لم تفز بها، وأن تتصور حيوات حصل عليها الآخرون أو بإمكانهم الحصول عليها. هذا باختصار شديد ما يتعلق بهذا المفهوم الأول، وهو مفهوم أساس.
المفهوم الثاني هو مفهوم محكي الانتساب العائلي. مفهوم محكي الانتساب العائلي ظهر في العقدين الأخيرين من القرن المنصرم في فرنسا، وابتكروا دومينيك فياغ ولوران دومانز، واشتغل به في مقاربة نصوص لها من الخصائص ما يجعلها تسمى بهذا النوع من المحكي، محكي الانتساب العائلي. ومن خصائصه التي تميزه عن الرواية العائلية أن محكي الانتساب العائلي يبحث في أصول الذات، في ماضيها العائلي، ما يجعل القارئ أمام شكل أدبي يسمى بهذا الاسم. وله هذه الخصائص الموسومة بالقلق والشك علامة على ذاكرة مليئة بالثقوب والبياضات. عندما نعود إلى الماضي العائلي سنجد العديد من الثقوب والبياضات. وهذا النوع من المحكي تقدم كأنه بحث أركيولوجي في أشياء آلت إلى الضياع والاختفاء. وتتجلى القيمة الأساس لهذا المحكي في أنه يحيي مسألة جوهرية وأصلية في الأدب، أن تقول الذات في أقصى حدود الأسئلة الميتافيزيقية شيئا عن أصولها المجهولة، وأن تقود التخيل إلى هناك حيث لا يمكن لأي بحث أن يقدم معرفة من أين أتينا وماذا ورثنا، وهل يمكن للذات الفردية والجماعية أن توجد وأن تستمر في الوجود من دون أن تتموضع داخل حكاية فردية وجماعية، وكيف يمكن ابتكار هويتنا الفردية والجماعية، كيف يمكننا أن نمارس الحفرة في بقايا إرث إشكالي ضاع وانتثر، كيف نعمل على إصلاح مصابيح ذاكرة أقبرت العديد من الذكريات. وبعبارة أدق فإن دومينيك فياغ صاحب هذا المفهوم ينطلق من أن الحاجة إلى الكتابة قد ترتبط في العمق بالسؤال عن الأصل والنسب، لكنه يوضح على يد حال أن مفهوم هذا المفهوم حكي الانتساب العائلي لا يتعلق فقط بهذا الانتساب البيولوجي والاجتماعي إلى عائلة اجتماعية وكذا، لا، ما توضح مع ظهور مجموعة من النصوص في الأدب الفرنسي المعاصر أن هناك سؤال الانتماء إلى ذاكرة أدبية أيضا، إلى خطاب أدبي سابق. وظهرت مجموعة من 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 الروايات في الأدب الفرنسي المعاصر توضح ذلك. مثلا عندنا بيير ميشو عنده رواية بعنوان رامبو الابن، هذه صدرت سنة 1991. وبرنار بانغو له رواية بعنوان وداع عن كافكا. وفرانسوا بون له رواية بعنوان الخروج من المعمل، وهي أيضا حول كافكا. وعلى تحال مجموعة من العناوين توضح أن هناك عودة إلى الاحتفاء أو إلى استحضار أو إلى استدعاء أسماء أدبية وازنة من التاريخ السابق. وحتى في الرواية العربية يمكننا نستحضر مجموعة من النصوص التي تستعيد أسماء سابقة. عندنا مثلا رواية مغربية للروائي نور الدين صدوق يستعيد فيها الروائي المغربي المعروف محمد زفزاف، وهذه الرواية صدرت سنة 2010 بعنوان الروائي. عندنا حسن نجمي يستعيد شخصية ثقافية أجنبية في رواية صدرت سنة 2017 بعنوان جيرترود. عندنا بهاء الدين طود دائما في الرواية المغربية يستحضر بحيا التوحيدي ويجعله يلتقي بمحمد شكري في طنجة في رواية صدرت سنة 2010 بعنوان أبو حيان التوحيدي في طنجة. عندنا بن سلم حميش يستعيد أكثر من شخصية تاريخية، بن خلدون في روايته العلامة سنة 1997، وبن سبعين في روايته هذا الأندلسي سنة 2007. وفي الرواية العراقية المعاصرة استحضر الروائي العراقي ضياء جبيلي، يستحضر شخصية ماركيز الأدبية في روايته لعنة ماركيز وصدرت في 2021. والعراقي أحمد السعداوي يستحضر شخصية تخيلية من الأدب الإنجليزي في روايته فرانكنشتاين في بغداد صدرت سنة 2013 إلى آخره على تحال. وعندنا أيضا رواية موت صغير للروائي السعودي وهي صدرت في 2016. وروائي مصري آخر محمد العدوي يستحضر ابن سينا
في روايته الرئيس سنة 2013. هذا فقط ليوضح أن مفهوم محكي الانتساب العائلي ليس بالمعنى البيولوجي الاجتماعي فقط، ولكن أيضا بمعناه الأدبي والثقافي الذي يحيل على عائلة أدبية أو ثقافية وربما حتى على عائلة سياسية أو غيرها. هذا باختصار ما يتعلق بمفاهيم هذه الدراسة، وباختصار شديد وربما في المناقشة يمكن أن نعود إلى ذلك. بالنسبة إلى افتراضات هذه المحاضرة بالنظر إلى الرواية العربية، هذا الجنس الأدبي الذي انطلقت سيسو عند العرب أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وشهدت العديد من التطورات كما شهد العديد من الدراسات من منظورات مختلفة. لكن أفترض أننا بحاجة إلى قراءة جديدة لتاريخ الرواية العربية من منظور تحليل نفسي، وخاصة في 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 تصوراته الجديدة. من هنا أفترض أن في تاريخ الرواية العربية يمكن أن نتحدث عن محطتين. محطة الأولى يسود فيها محكي الرواية العائلية، والمحطة الثانية يسود فيها محكي الانتساب العائلي. وهذه المحطة الأولى، محطة الرواية العائلية، نجد فيها دائما هذا الصراع بين عالمين، عالم عائلي أصلي وعالم عائلي جديد. وتتميز هذه الرواية في هذه المحطة الأولى بهذه الذات ساردة الكاتبة التي تبقى منقسمة في الغالب بين عوالمها العائلية الأصلية في القرية أو المدينة العربية، وبين العوالم العائلية الجديدة في المدن الأوروبية الكبرى من مثل باريس ولندن. ويكفي أن نستحضر هنا نصوصا من قبيل قنديل أم هاشم، موسم الهجرة إلى الشمال، الحي اللاتيني، في الطفولة، البعيد، وحتى في الرواية العراقية الأولى، يعني في منذ 1919 خصوصا في السنوات الأولى كانت هناك نصوص بهذا المعنى إذا لم تخني الذاكرة. لكن هذا على تحد خاصية أخرى في هذا محكي الرواية العائلية، هناك مجهود كبير تبذله الذات الساردة من أجل أن تجعل قارئها يستوعب الصعوبات التي يطرحها الانفصال عن العوالم العائلية الأصلية والانتساب إلى عوالم عائلية جديدة، وتبقى الذات ممزقة منقسمة بين هذين العالمين. لا هي معجبة بالعالم الغربي الجديد، لكنها لا تستطيع أن تنتسب إليه نهائيا، وهي تريد أن تعيد النظر في عالمها العائلي الأصلي، لكنها لا تستطيع أن تنفصل عنه نهائيا. وربما هذا الوضع لا ما زلنا نعيشه كذوات عربية إلى اليوم. لكن في افتراضي هذه الأمثلة التي أعطيتها تمثل فقط شكلا أو متغيرا واحدا من متغيرات الرواية العائلية. هناك أشكال أخرى ويمكن أن نتحدث عنها أثناء المناقشة. يمكن أن نستحضر رواية زينب فيها حكاية واقعية، ولكن فيها أيضا تلك الحكاية العائلية المتخيلة التي تحلم بها هذه البطلة زينب. يمكن أيضا أن نستحضر مجموعة من النصوص العراقية لفؤاد كرلي أو لغائب طعم فرمان، أو التي نجد فيها هذا البطل الذي يعيش في حكاية عائلية أصلية في عالم عائلي أصلي، ويحلم بالبديل، بأن يؤسس بديلا لهذا العالم العائلي الأصلي، لكنه في الغالب، وهذا حال الكثير من الأمثلة في الرواية العربية، هذا البطل في الغالب يفشل في تأسيس هذا البديل. في أفراح القبة مثلا عند نجيب محفوظ إلى آخره، وهذه الأمثلة التوضيحية يمكن أن نعود إليها في المناقشة إذا لم يسمح الوقت الآن بالمرور إليها. أما محطة محكي الانتساب العائلي فتبدأ في افتراضنا انطلاقا من ثمانينيات القرن السابق إلى الآن، وهي لحظة تتميز بهذا الانتقال إلى أشكال جديدة في كتابة الحكاية العائلية، بحيث لم تعد الذات الساردة تبحث عن استبدال عالمها العائلي الأصلي بعالم عائلي جديد، ولم يعد يتعلق الأمر بذات تسعى إلى مواجهة عنصر من عناصر هذا العالم العائلي،
ولا بذات تبقى منقسمة بين عالمين، بل نحن أمام ذات ساردة تتأسس بطريقة مختلفة، فهي تطرح مسائل جديدة على رأسها، مسألة العودة إلى الأصول والحفر عميقا في الماضي العائلي، ومسألة ومساءلة الذات لإرثها الإشكالي، وإعادة بناء معناها للهوية، والبحث عن الجماعات العائلية الأكثر حميمية، والسؤال عما إذا كان ممكنا أن يوجد الفرد وأن يحيى المجتمع الإنساني وأن تنجح مشروعاته في التقدم والتطور من دون محكيات عائلية ومن دون إعادة بناء محكياته العائلية الفردية والجماعية. وبالتأكيد لا يمكن لهذا التحول في أشكال الرواية العائلية أن يجد تفسيره إلا إذا استحضرنا التحولات التي يعرفها العالم العربي منذ ثمانينيات إلى اليوم. ويمكن أن أعطي أمثلة بسرعة عن هذا محكي الانتساب العائلي في الرواية العربية. من المغرب مثلا ممكن نستحضر رواية جنوب الروح صدرت في 96 للروائي الشاعر محمد الأشعري، حفريات في الذاكرة من بعيد 1997 للمفكر المعروف محمد عابد الجابري، أشواق درعية العودة إلى الحارة 2003 للبلاغي المغربي محمد العماري، جيرترود كما أشرت للشاعر والروائي حسن نجمي، المغاربة صدرت في 2016 للروائي عبد الكريم الجويطي، رواية الخالة أم هاني في 2020 للقاصة الروائي ربيع ريحان. ومن العراق يمكن أن أذكر الروائي علي بدر الذي استحضر الفيلسوف الفرنسي جون بول سارتر في روايته بابا سارتر الصادرة سنة 2001 من أجل مساءلة الآباء من الأجيال السابقة في مرحلة تاريخية سابقة، حيث كانت النخبة الثقافية منفتحة على الفلسفات الماركسية والوجودية. ورواية الروائية إنعام كاجاجي الحفيدة الأمريكية الصادرة في 2008. وأذكر من الكويت مثلا رواية الجميلة الثلاث صادرة سنة 2017 للروائية فوزية شويش سالم، حيث تعود الحفيدة للحفر في أصولها المتعددة والمختلفة سعودية وتركية وكويتية. هذا باختصار مرخص وجيز لأهم التفاصيل والعناصر في هذه المحاضرة. هناك أمثلة توضيحية تتعلق برواية زينب، تتعلق بحضور العنصر العائلي عند نجيب محفوظ في كامل روايته من بداية ونهاية، وخان الخليلي والقاهرة الجديدة والثلاثية إلى أولاد حارتنا واللص والكلاب وأفراح القبة، ثم كيف تتأسس الرواية العائلية داخل هذه الروايات. هناك ما يتعلق بالرواية النسائية وكيف أنها هي المؤسسة للرواية العربية لأواخر القرن 19. ويمكن أعطي أمثلة رواية بديعة وفؤاد الكاتبة اللبنانية عفيفة كرم، وفيها قصة حب وزواج يرفضها المجتمع التقليدي، العديد من الأمثلة أيضا في الرواية النسائية. لكن أيضا ممكن حتى في الرواية العراقية، أول رواية ربما في 1921 بعنوان في سبيل الزواج، في سبيل الزواج عنوان بإيحاء مهم جدا، في سبيل حكاية عائلية جديدة، وهذه لمحمود أحمد السيد. وهناك أمثلة عديدة توضيحية يمكن أن نعود إليها في المناقشة. أرجو أن أكون قد أفدتكم، أن أكون مفيدا وممتعا إن شاء الله، ولأني أريد أن ألتزم بالوقت المحدد 45 دقيقة ربما. يا دي الدكتور عقيل مرحبا، شكرا لكم. شكرا لك دكتور، شكرا على هذه المحاضرة العميقة والمنهجية الموزعة بطريقة منهجية محكمة. الحقيقة دكتور كأني فهمت أن الرواية العربية بدأت بالرواية العائلية ثم تطورت إلى محكي الانتساب العائلي، وكأنها هي في ذلك تشبه رواية السيرة مثلا التي تحولت إلى التخيل السيري. وهذا يعني أن رواية الرواية العائلية كانت تكاد تكون يعني أقرب إلى كونها نوعا روائي، الآن يبدو أصبحت جزءا من المتن السردي ككل، فنحن نكاد نجدها في مختلف الروايات.
يعني حضرتك ذكرت قبل قليل أسماء عندنا في العراق، في العراق الآن يشكل هذا المحكي ظاهرة. في مؤخرا صدرت للرواية العراقية عالية ممدوح رواية التانكي، تقوم على فكرة العائلة وتسترجع العائلة وعلاقتها بالعائلة، ومن خلالها تطرح أسئلة في الهوية والانكساب، وخاصة وهي تعيش في خارج العراق. إذن يعني هل أفهم من كلامك أنه الآن هذا النوع من المحكي أصبح ظاهرة في الرواية العربية والعراقية، وأنه يتخطى البعد النفسي إلى بعد بنائي ربما؟ الآن هذا سؤال دكتور، احنا طبعا سنسجل الأسئلة وبعد ذلك أنا أسجل الأسئلة الآن لا أطالب بإجابة. نعم تفضل. بقي فقط أن أنوه إلى أن الدكتور حسن، وهذا الأمر أردت أن أقول في البداية ولكني أجلته، بعد أن يستمع الزملاء إلى المحاضرة فيفهموا ما سأقول. الدكتور حسن عاد التفكير في النقد النفسي، لأننا كما نعرف النقد النفسي ينتمي إلى الحقبة السياقية، وبتأثير البنيوية هجر وأصبحنا لا نعود إليه إلا نادرا. عاد التفكير فيه وبطريقة ما جعله محايثا، يعني هو استطاع أن يوظفه توظيفا جيدا، وينطلق من النصوص إلى فهم المقولات النفسية، وأحيانا يقترح هو المقولات النفسية، يعني مو كما كان معروفا فرويد يبدأ بطرح العقدة ثم يبحث عنها في الأدب. فهذه النقطة مهمة جدا، أضافت كثيرا للدرس النقدي الحديث عندنا، حتى أننا يعني كلنا بطريقة أو بأخرى نرجع إلى هذا الطريقة في التفكير في المنهج النفسي، ونستعملها في أبحاثنا وكأداة من أدوات تحليل النص السردي. وهذا الشيء كرس من خلال نماذج قدمها الدكتور حسن، وكان يعني محترفا في تحليله لها ومقنعا. فهذه إشارة ذكرت، أجلتها لنهاية المحاضرة حتى تكون مفهومة. الآن أفتح باب النقاش أو الأسئلة، أيضا الأسئلة أرجو أن تكون مختصرة وفي صلب الموضوع، وسنسجلها وبعد ذلك نجيب عنها في وقت محدد. أيضا سنتفق على أن الوقت الكلي سيكون في حدود يعني لا يتجاوز نصف ساعة. الآن أبدأ بأستاذنا الأستاذ الدكتور ضياء الثامري. دكتور ضياء أستاذ النقد الحديث، النظرية النقدية في قسمنا في كلية الآداب، تفضل دكتور. شكرا دكتور عقيل، تحياتي للدكتور حسن. أهلا. تحياتي للأخوة الحاضرين. الحقيقة هو سؤال يعني خطر لي، أقول يعني ما الجدوى من وراء إطلاق هذا المسمى الرواية العائلية، انطلاقا او تاسيسا على موضوع الروايه؟ يعني مثل ما فهمت وانا متابع لما كتبه الدكتور حسن وكتاباته بهذا الموضوع، وايضا الدكتور عقيل عندك مساهمات جيده في هذا الموضوع، يعني اقول ما الجدوى وراء اطلاق هذا المسمى، مسمى الروايه العائليه، انطلاقا من موضوع الروايه؟ وهذا التساؤل يعني بني على تساؤل أعمق، هو ما الأثر الفني المترتب على هكذا موضوعات في البناء الروائي؟ يعني إذا كان ثمة تغيير أو ثمة شيء مغاير في الرواية التي تنبني على هكذا موضوعات، فهذا معناه دكتور نفتح الباب واسعا لكل الموضوعات أن تشكل نوعا روائيا خاصا بها. هل هذا صحيح أو هذا ممكن؟ يعني هذا التساؤل بقي يراودني وأتمنى أن أحصل على إجابة بهذا الموضوع. شكرا دكتور. شكرا. شكرا دكتور ضياء. المداخلة الأخرى أحمد، وهو طالب دكتوراه في السنة التحضيرية في قسمنا، تفضل أحمد.
أحمد افتح الصوت من يمك. انتقل إلى زينب، زينب جواد، إلى أن يتهيأ أحمد. تفضلي زينب. السلام عليكم، تحية طيبة. السلام. السلام. الدكتور الفاضل على هذه المحاضرة القيمة، والدكتور عقيل، وللحضور الكرام. السؤال الذي أحب أن أطرحه هو: هل أن البنية السردية في الرواية العائلية يختلف عن البنية السردية في الرواية التقليدية؟ هل هناك اختلاف حتى سميت هذه الرواية بالرواية العائلية؟ شكرا جزيلا. شكرا. إذا دكتور، ما رأيك نجيب على بعض الأسئلة إلى أن يتهيأ الزملاء؟ أعتقد أكو بعض المشاكل بالصوت ربما عند البعض. أيوة، مش مشكلة، أنا أجيب ثم بعد دكتور. ذلك ما. أولا شكرا لك على أسئلتك وملاحظاتك الدكتور عقيل، وشكرا أيضا للأستاذ الكريم الدكتور ضياء الثامري، وشكرا للطالبة زينب. سأبدأ بما أثرته الدكتور عقيل، مشكلة الرواية السيرة، وهي مشكلة مطروحة بحدة في الأدب المغربي، في الرواية، في الأدب السردي المغربي، في الرواية المغربية. تعرف أن من النصوص الأولى في الرواية المغربية نص بعنوان الزاوية للتامل والزاني، ظهر في 1942، وهي سيرة ذاتية للكاتب التامل والزاني، وتدور حول يتمه، يتيم الأب، وبحثه عن الأب الذي سيجده في الزاوية الصوفية، في شيخ الزاوية الصوفية. العمل الثاني في 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 السرد المغربي الحديث هو في الطفولة لعبد المجيد بن جلون، وهي أيضا سيرة ذاتية. ثم بعد ذلك ستظهر روايات المفكر المغربي المعروف عبد الله العروي، الغربة واليتيم، أوراق، ثم رواية محمد بن رادة الناقد المعروف، لعبة النسيان، والعديد من الأمثلة، رواية محمد شكري قبل ذلك الخبز الحافي. كلها هي روايات سير ذاتية. وهذا على حال كان دائما يطرح سؤال على الرواية المغربية: ألا تستطيع الرواية المغربية أن تنتج رواية مؤسسة على التخييل من دون اللجوء دائما إلى الحيوات الشخصية والعائلية؟ وكأن هناك فقرا في خيال المغاربة، كان دائما هذه من المآخذ التي تؤخذ على الرواية المغربية. لكن لما أعدت النظر في هذه النصوص مرارا وتكرارا، اكتشفت أن، وهذا أيضا اكتشفته في بعض الروايات العربية، اكتشفت أن كل هذه النصوص التي أشرت إليها من التامل والزاني إلى محمد بن رادة وغيرهم من الأسماء التي ذكرت، كلها نصوص لكتاب يتامى في واقعهم، هم يتامى إما الأب أو الأم أو الأبوين معا. والشخصية الأساس، الشخصية المحورية في نصوصهم، شخصية يتيمة، كما قلت تامل والزاني يتيم الأب ويبحث عن أبي، في الطفولة يتيم الأم ويبحث عن الأم، ربما وجد في المرأة الإنجليزية، عبد الله العروي في كتاباته يتيم الأم في الصغار ويتيم الأب في شبابه ويكتب عن هذا اليتم، محمد بن رادة لعبة النسيان هي احتفاء بالأم من أجل رفع الحداد ونسيان موتها إلى آخره. فما تبدى لي أن الأمر يتعلق بمحكي جديد، ومحكي اليتيم، وهذا المحكي هو شكل أو متغير من متغيرات الرواية العائلية، وله من الخصائص ما يجعله دائما يتراوح ويتردد بين الرواية وبين السيرة الذاتية. لماذا؟ لأن الشخصية المحورية التي تبحث عن الانتساب إلى أب جديد أو أم جديدة لا يمكن أن تنتج نصا روائيا
نصا ينتمي إلى جنس محدد، ومن هنا هذا التذبذب بين الرواية والسيرة، فاليتيم يبحث عن هوية كما أن نصه يبحث له أيضا عن هوية. وهذا على أي حال درست بعض الروايات العربية، أيضا الرواية القطرية التي تأسست مؤخرا يعني مقارنة مع الروايات العربية في العقد التاسع من القرن المنصرم، أيضا محكي اليتيم هو الذي يؤسسها في خاصة في بداياتها. على أي حال هذا أيضا يساعدنا هذا المفهوم، مفهوم الرواية العائلية ومحكي الانتساب العائلي، هذان المفهومان يساعداننا على أن نعيد قراءة الرواية العربية وأن نثير أسئلة جديدة وقضايا جديدة إلى آخره. وهذا فيه جزء من الجواب على الدكتور، على سؤال الدكتور ديا، ولكن سأعود إليه. مسألة أخرى مهمة فيما ذكره الدكتور عقيل هو ما ألفناه في النقد النفسي التقليدي العربي وحتى الغربي، هو إسقاط تلك العقد الجاهزة التي لم يستخرجها فرويد نفسه، وحتى جاك لاكو المحلل النفسي المعاصر الذي جدد فرويد لم يستخرج هذه العقد إلا من النصوص الأدبية، لكن ما صار عليه النقد النفسي الأدبي فيما بعد أنه يسقط هذه العقد الجاهزة على النصوص الأدبية بشكل جعل هذا النقد النفسي مفلسا. ما حاولت أن أقوم به في السنوات الأخيرة، وخصوصا انطلاقا من كتاب نظري منهجي جديد للناقد أشار إليه الدكتور عقيد، للناقد الفرنسي والمحلل النفسي المعاصر بيير بايارد، وخاصة في كتابه الأساس صادر سنة 2004 تحت عنوان هل يمكننا تطبيق الأدب على التحليل النفسي، لأن ما كنا نمارسه من قبل أننا نطبق التحليل النفسي الجاهز بعقده ومركباته على الأدب. هذا الناقد المحلل النفسي يدعونا إلى قلب الأدوار، أن نطبق الأدب على التحليل النفسي. فكانت أول مبادرة قمت بها 2013 في مداخلة بكلية اللغة بمراكش، ونشرت في مجلة عربية بعد ذلك في 2014، هي قراءة في سورة النبي يوسف في القرآن الكريم، ووضحت الافتراض الأساس لهذه القراءة لهذه الدراسة، أن في هذه السورة في هذه القصة القرآنية عقدة مغايرة تماما للعقدة الأساس التي ينطلق منها التحليل النفسي والتي يسقطها العديد من النقاد على الرواية العربية، هي عقدة أوديب. أن جورج طرابيشي الذي أغنى الرواية العربية بدراسته وأغنى المكتبة العربية، لكنه له كتاب عقدة أوديب في الرواية العربية، وإن كان قد جدد في النقد النفسي العربي لكنه كان يسقط عقدة جاهزة. في قصة النبي يوسف وضحت أن الأمر لا يتعلق بعقدة أوديب، وأن الأمر ربما يتعلق بعقدة أخطر، هي عقدة الأخوة، لأن في مسرحية سوفوكليس الملك أوديب يتعلق الأمر بصراع بين الأب والابن، وموضوع الصراع هو الأم، حين أنه في قصة النبي يوسف الصراع هو بين الإخوة، الأبوان طرف، يوسف طرف، الإخوة طرف، ابتداء من الحلم الذي حلم به يوسف وانتهاء بما آلت إليه الأمور في نهاية القصة. الصراع كان بين الإخوة، بين يوسف وإخوته، وفي ذلك عبرة ودرس كما تقول الصورة. وعقدة الأخوة في نظري في افتراضي أخطر. لماذا؟ لأن عقدة أوديب تهم فقط الفرد في نموه النفسي والجنسي وخاصة في مراحله الأولى، لكن عقدة الأخوة أخطر، لأن الإخوة هم الذين يعلموننا كيف ننفتح على العالم الخارجي بعد أن نكون قد طردنا من جنة الأم، كيف نتواصل مع الآخرين، كيف نتعامل معهم، كيف ندبر الغيرة والحقد والمنافسة وغير ذلك. فعلى تحال هذه المحاضرة التي قدمت، هذه المداخلة التي قدمتها في كليتي بمراكش حينئذ تطورت الآن إلى كتاب قد يرى النور قريبا، قراءة في القصص الديني من قابيل وهابيل إلى يعقوب وعيس إلى إسحاق وإسماعيل إلى يوسف وإخوته، قراءة في المسرح الغربي من
أخيليوس في ثلاثيتي إلى سوفوكليس إلى راسين إلى شكسبير في هاملت. في الرواية الغربية ميل كازانتزاكي في روايته بهذا العنوان الإخوة الأعداء، وقبله دوستوفسكي في الإخوة كارامازوف، إلى ساراماغو في 2009 برواية آخر روايته بعنوان قايين يعني قابين إلى آخره. وفي الرواية العربية عندنا أولاد حارتنا التي قرأت قراءة اختزالية، في حين أنها تتعلق بصراع بين الأخ الأكبر والأخ الأصغر حول ميراث الأب. سوري الأعداء في 2014 للكاتب السوري فواز حداد إلى آخر العديد من الأمثلة. فعقدة الأخوة، وربما قائل يقول إن عقدة الأخوة تأتي بعد عقدة أوديب إلى آخره، صحيح. إذا أخذنا عائلة واحدة مثل عائلة يوسف سنقول ربما عقدة أوديب هي التي كونت شخصية يوسف قبل أن مع أبويه قبل أن يدخل في صراع مع إخوته. لكن لابد أن نأخذ بعين الاعتبار أن الأب يعقوب قد كان أيضا أخا فيما قبل، وكان في صراع مع أخيه عيس، وكان صراع حول النبوة، من سيرث النبوة، وتدخلت الأم لتجعل النبوة في صالح يعقوب. فهذا الأب يعقوب قد كان أخا، وقبل أن يكون أبا قد جاء بعقدة الأخوة قبل أن يصير أبا وأن تكون هناك عقدة أوديب مع يوسف. من هنا السؤال المطروح الآن في التحليل النفسي، ما الأولى في تكوين الإنسان، أهي عقدة أوديب أم عقدة الأخوة؟ لا شك في أن هذه الأسئلة على تحلى أريد أن أطيل، هذه الأسئلة كلها جوابا على ما جاء في السؤال الكريم للدكتور ضياء، هذه الأسئلة كلها الجدوى منها: أولا نجدد معرفتنا النفسية في التحليل النفسي، ولابد أن نساهم نحن العرب، لا ينبغي لنا أن نستهلك المفهومات الجاهزة، لابد أن نعيد قراءة تراثنا الأدبي وتراث غيرنا أيضا، وأن نعيد قراءة ما قرأه المحللون النفسيون والنقاد النفسيون السابقون، لأننا سنكتشف أشياء جديدة في هذا التراث الأدبي العربي والإنساني، وقد نجدد التحليل النفسي من خلال إعادة قراءة هذا التراث الأدبي الإنساني، ونساهم بذلك بدلا أن نكون مستهلكين، نساهم في تجديد المعرفة الإنسانية بالإنسان. ما أحوجنا اليوم في المجتمع الإنساني بأكمله وفي المجتمع العربي بالأخص إلى تجديد المعرفة الإنسانية، المعرفة النفسانية بالإنسان. ربما أهم مشاكلنا اليوم هي مشاكل سيكولوجية، نحن في العالم العربي محتاجون إلى ثورة نفسانية كي يخرج ذلك الإنسان المبدع الخلاق الذي يساهم في بناء مجتمعه ويتحدى الصعوبات التي تطرح في عالمه اليوم. لكن أيضا هذه المفهومات بما فيها مفهوم الرواية العائلية ومفهوم الحكي النفسي أو عقدة الأخوة أو غيرها من المفهومات التي أطرحها للمناقشة، وأنا دائما سعيد بطرحها للمناقشة لأن المناقشة هي التي تساعدني على أن أسائل ما أكتبه وما أنجزه وأن أطور نظريا ومنهجيا وتطبيقيا ما أشتغل به. هذه المفهومات تساعدنا أيضا على أن نفهم ما مصدر التخييل، من أين يأتي هذا التخييل. كل إنسان لديه تخييل، لكن هناك طاقات أناس ذكورا وإناثا لهم هذه القدرة على أن يحولوا هذه الحكايات التخييلية الشخصية والعائلية إلى روايات، إلى قصص أدبية. من هنا أشرت إلى الدكتور أونزيو، لأن فرويد يقول هناك بنية لا شعورية عند كل طفل تساعد على أن يتخيل عوالم عائلية تعوض له الخصائص الموجود في عوالمه العائلية الواقعية. لكن دكتور أونزيو هذا محلل نفسي معاصر توفي في السنوات الأخيرة يقول أن الأدب الروائي يستند إلى هذه الحكاية التخيلية الراسخة في اللاشعور منذ الطفولة، لكنه يحتاج الأدب الروائي يحتاج إلى أدوات أخرى، إلى تقنيات أخرى، إلى أن نقرأ الأدب الروائي وتاريخ الأدب الروائي وذاكرته وأساليبه وتقنياته وغير ذلك.
لأن هناك ما يسمى بالتشييدي الثانوي، هناك حكاية عائلية خام لكن لا بد لها من كفاءة أدبية من أجل أن تصبح رواية أو قصة أو غير ذلك. ثم أهمية هذه المسميات كما سماها الدكتور ضياء، الجدوى منها أيضا أنها تساعدنا على أن نفهم ذواتنا. المحطة الأولى التي سميتها بمحكي الرواية العائلية تختزل كل ما عانيناه فيما يسمى بالنهضة العربية والثورة العربية وكل هذه الأشياء. نحن ممزقون، الشخصية العربية ممزقة بين عالمين، تريد أن تنتمي إلى الحداثة لكنها لا تريد أن تنفصل عن الأصالة، فلا هي عرفت كيف تنتمي إلى عصرها ولا هي عرفت كيف تعيد بناء تراثها وماضيها وإلى آخره وتاريخها. فنحن الآن بين هذين، الشخصية العربية هي بين هذين العالمين، لم تستطع بعد أن تؤسس شخصيتها المعاصرة التي يلتقي فيها هذا العجين، هذه الكيمياء أو الخيمياء، حيث يلتقي العصر والتراث. هذا على تحل، لهذا أهمية هذا المفهوم، لأنه يساعدنا على أن نقرأ الرواية العربية وكيف تعبر الرواية العربية وتختزل كل ما تعانيه الشخصية العربية. وبالتأكيد التحولات التي عرفها العالم العربي في العقود الأخيرة جعلت الذات العربية منكفئة منغلقة على نفسها، تعيد طرح الأسئلة المتعلقة بجذورها وأصولها، وهذا موجود على مستويات مختلفة وليس على مستوى الرواية فقط. الرواية العائلية كما وضحت الطالبة المحترمة زينب، الرواية العائلية مفهوم إذا أخذناه كما أسسه فرويد هو أساس كل سرد، كل محكي، سواء تعلق الأمر بالرواية التقليدية الكلاسيكية أو بالنصوص السردية القديمة إلى آخره. سنجد دائما أن هناك حكاية عائلية. وبالتأكيد أشرت إشارة لأن الوقت لم يسمح بالتفصيل، الرواية العائلية فيها أشكال عديدة، أشكال عديدة أشرت فقط إلى بعضها، ومحكي الانتساب العائلي أشرت إلى شكلين منه، في أشكال كثيرة. وفي كتابي الذي صدر على نال هذه جائزة قطر في 2016 وفيه درست هذين المحكيين، فيه تفاصيل عديدة، فيه تقديم نظري منهجي موسع في أكثر من 40 صفحة، وفيه تطبيقات عملية حول الرواية، حول الرواية. وأنا في مشروعي على اتحال ويستحيل أن نقرأ كل الإنتاج الروائي العربي الحديث، لكن في كتب التي أشار إليها الدكتور عقيل مشكورا تناولت الرواية بالمغرب وبمصر وبلبنان وبالسعودية وبالإمارات وبقطر وبالجزائر وبالعراق وبتونس وبليبيا وبالكويت وبالسودان وبسوريا، نماذج. وحاولت ما أمكن أن أحيط بالرواية العربية وأن أقدم هذا المقترح، وهو دائما مقترح قابل للمناقشة. أرجو أن أكون قد وفيت الأسئلة حقها، والشكر موصول إلى السادة الأساتذة وأبناء الطلبة. شكرا دكتور. الآن أيضا سؤال آخر من أستاذنا الدكتور عادل عبد الجبار، ومداخلة، هو أستاذ الرواية في قسمنا. دكتور عادل تفضل. تفضل. يبدو أن هناك مشاكل في الصوت. نعم يبدو توجد مشاكل في الصوت. أذهب إلى أحمد. أحمد الصوت جاهز عندك؟ أحمد الياسري طالب الدكتورة. نعم أرجو الله أن يطيل في عمري. مساء الخير. مساء الخير. إذن دكتور عقيل، أرجو الله أن يطيل في عمري حتى يكون اللقاء بيننا حضوريا
في جامعة البصرة إن شاء الله. أتمنى هذا إن شاء الله. أتمنى هذا. الله أن يرفع هذا الوباء. دكتور عادل تفضل يبدو. نعم نعم. جهز دكتور عادل. نعم نعم. أهلا وسهلا بك. العفو. مساء الخير دكتور عقيل ومساء الخير على أستاذ الدكتور حسن. سؤالي يتعلق في مسألة معينة. عنوان المحاضرة من الرواية العائلية إلى محكي الانتساب، وكأننا في خط كرونولوجي. هل الرواية العربية عودة إلى التطورية السبنسرية؟ يعني هل عدنا إلى مسألة التطور من وإلى؟ أنا أظن أن الرواية العربية الآن في مرحلة دوائر متداخلة وليست مسألة تطورية. فكرة التطور في الأدب هذه فكرة من أفكار ربما. نعم، لم يعد هناك صوت. أهلا دكتور عقيل، لم يعد هناك صوت. السلام عليكم الأستاذ الدكتور حسن المحترم. نعم، يعني أستغل عدم وجود الأخوة اللي أسألك، لأن يعني أنا رافع إيدي، وأشكرك على المحاضرة القيمة. سؤالي بسيط ومتواضع جدا، هل ممكن تذكر يعني مجموعة عناوين روايات معينة تدور حول الصراع العائلي؟ وأقصد بالصراع العائلي الصراع بين الأخوة، يعني الأخوة والأخوات، والروايات يعني المميزة والمترجمة إلى اللغة الإنجليزية، لأنه أنا اختصاصي أدب مقارن، أدب إنجليزي، فأبحث كنت عن موضوعة الودية أو أيضاً العدوانية في علاقات الأخوة، أقصد بين الأخوة الذكور والأخوة الإناث. وشكراً جزيلاً لحضرتكم. شكراً. تفضلت الدكتور عادل عبد الجبار، لم أسمع أسئلتك. شكراً جزيلاً. أي نعم دكتور عادل سأل عن التطورية، ويرى أيوة أنه خط كرونولوجي ودوائر متداخلة. نعم. 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 إذا نجيب دكتور عقيلة وننتظر. نعم. تفضل دكتور، انتظر الصوت نستغل الوقت في الإجابة. جميل. نعم جميل. أشكر الدكتور عادل على ملاحظته القيمة، ومع الأسف الدكتور عقيل كنا نتمنى لو كان سادة الأساتذة والطلبة الأعزاء قد اطلعوا على كتابي الذي بهذا العنوان، بعنوان المحاضرة، قبل هذه المحاضرة. لو اطلعوا على الكتاب ربما الكثير من الأمور ستكون واضحة. في مقدمة هذا الكتاب النظرية والمنهجية وضحت أستاذي الدكتور عادل أن ما قد يحي به هذا العنوان من تطور كرونولوجي من إلى ليس بالصرامة في الإنتاج الأدبي، هذا فقط لمقتضيات منهجية، لكن في الإنتاج الأدبي من الصعب أن نتحدث عن هذا الانتقال بهذه الصرامة من إلى. ووضحت في مقدمة هذا الكتاب أن ما سميته بالرواية العائلية، بمحكي الرواية العائلية في الرواية العربية، ومستمر إلى الآن، مستمر إلى الآن. هناك دائما هذا النوع من الروايات التي نجد فيها الشخصية المحورية تحاول استبدال واقعها المعيش ببديل آخر متخيل، خارج حتى ما سميته بهذه العلاقة بالغرب، خارج حتى العالم الغربي. لا، وهذا لهذا قلت أنه في رواية زينب أو في رواية أفراح القبة لنجيب محفوظ، حتى في رواية العراقية مثلا عند فؤاد كرلي في الرجاع البعيد، أو عند غائب في فرمض الغائب، نجد هذا البحث عن بديل للواقع المعيش. فالرواية العائلية مستمرة إلى الآن. محكي الانتساب العائلي صحيح أنه
ممكن أن نقول أن هذا خصوصا في شقه الثاني الذي ركزت عليه هو استعادة شخصيات من التاريخ الثقافي والأدبي وإعادة كتابتها. هؤلاء الروائيون لا يكتبون تراجمة وسير غيرية لهذه الشخصيات التاريخية، لا، يخدعون السيرة الغيرية لهؤلاء لنوع من التأويل حتى يتمكن الروائي من أن يقول ذاته المعاصرة من خلال سيرة شخصية تراثية أو تاريخية أدبية ثقافية قديمة. هذه أشكال على تحت. ليس هناك هذا النزعة التطورية في اشتغالي بهذا الموضوع، ليس هناك هذه النزعة التطورية. ووضحت أن الأشكال حتى محكي الانتساب العائلي اعتبرته في هذا الكتاب على أنه هو شكل من أشكال الرواية العائلية أيضا. لماذا؟ لأن الافتراض الأساس الذي قدمته في أسئلتي في بداية المحاضرة، الافتراض الأساس أن الحكاية العائلية في السرد بصفة عامة وفي الرواية بصفة خاصة وبنية لا شعورية أساس لكل محكي مكتوبين أو غير. قرأت سؤالا لهذا أوافق الدكتور ضياء على هذه العبارة دوائر متداخلة، صحيح، وهذا ما ستجده مشكورا دكتور ضياء في مقدمة كتابي عن الرواية العائلية ومحكي الانتساب العائلي. هناك نوع من التداخل في تاريخ الرواية العربية بين هذين المحكيين الأساسين، ولكل واحد منهما أشكال ومتغيرات لم يسمح الوقت بأن أقف عندها بأمثلة توضيحية. قرأت سؤالا على الشاشة قبل سؤال أستاذ الأدب الإنجليزي المشكور، سؤال حول شارل مورون. شارل مورون قدم أعمالا نقدية ممتازة في النقد النفسي، لأنه استطاع أن يؤسس نوعا من النقد البنيوي للنصوص قبل حتى بروز ما يسمى بالنقد البنيوي، فهو كان يشتغل بالنصوص وحاول التحرر من النقد البيوغرافي النفسي التقليدي الذي كان يفسر النصوص بحيوات كتابها أو شعرائها، لكنه بقي في النهاية سجين ذلك التصور التقليدي الذي يحصر العمل الأدبي في علاقته بالكاتب أو الشاعر الفرد. هذا مفهومه الأساس هو الأسطورة الشخصية، له كتاب لاستعارة الملحاحة إلى آخره، يشتغل بالنصوص ويبحث عن الاستعارة الملحاحة في النصوص، لكنه يربط ذلك بالأسطورة الشخصية للفرد، وبقي سجين هذا التصور الفردي للإبداع. حين أن هذا التصور بين مزدوجات التصور العائلي للإبداع الروائي يجعلنا ننفتح على العائلة بمعنى العام، على المجتمع المحلي أو الإنساني بصفة عامة. الصراع بين الإخوة على تحال هذا ما لا أريد أن أحرق كل ما تناولته في كتابي الذي سيرى النور قريبا، لكن ما دام الأستاذ الكريم يدرس الأدب الإنجليزي سأشير إلى كتاب توصلت به في هذا الشهر لناقدة فرنسية، لكن موضوع هذا كتاب صدر في 2021 مؤخرا، في 2021 في هذا الشهر الأخيرة، لكنه كتاب حول روايات أغاثا كريستي، روايات أغاثا كريستي المعروفة في الرواية البوليسية في الأدب الإنجليزي. وهذا على تحال هذا الكتاب هو بعنوان La vérité tue. La vérité عارضة tue. Agatha Christie إلى فمي. Agatha Christie والعائلة. الحقيقة هذه tue على تحال هي تلعب بالكلمات في هذا الكتاب. الحقيقة الصامتة القاتلة. والعنوان الفرعي Agatha Christie والعائلة. وتوضح هذه
سونيا فيرتشاك توضح في هذا الكتاب كيف أن رواية أغاثا كريستي في مجموعها كلها تدور حول هذه الحقيقة الصامتة القاتلة داخل العائلة. في كل روايتها أغاثا كريستي في كل روايتها تسائل العائلة لماذا تبقى الحقيقة صامتة قاتلة داخل العائلات. الاتحال، وهذا قدمت فقط مثالا حيا، كتاب جديد ومثال حي من الأدب الإنجليزي حول هذا. لكن الصراع بين الإخوة على الاتحال تناولته كثيرا في 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 الرواية وفي القصص الدينية وفي المسرحيات والتراجيديات القديمة، وفيه الكثير من العبرة، في الكثير من الجديد بالنظر إلى ما يريد تحليل نفسي. هناك بنيات على الاتحال، بنيات ستبقى راسخة في السرد الإنساني سواء كان دينياً أو أدبياً أو غيره. مثلاً أشير إلى بنية الأخ الأكبر والأخ الأصغر، وأشرت إليه بخصوص رواية أولاد حارتنا. والترجمة الإنجليزية لهذه الرواية، رواية ناجي محفوظ، كان العنوان أكثر دقة، العنوان بالإنجليزية أبناء الجبلاوي، لأن الصراع في الحقيقة كان بين الأخ الأكبر والأخ الأصغر. وأنتم تعرفون أن الأب في هذه الرواية قد منح ميراثه المادي والمعنوي للابن الأصغر وهو ابن الجارية، وحرم باقي إخوته وخصوصا الأخ الأكبر الذي كان ينتظر هذا الإرث. لكن هذه البنية، بنية الأخ الأكبر والأخ الأصغر، هي بنية قديمة جدا، وفي القصص الدينية تعود إلى قابيل وهابيل، وهناك من الدارسين من يعيدها حتى إلى قبل ذلك، حتى إلى الصراع بين آدم وإبليس وبين الأكبر والذي يعتبر نفسه ساميا لأنه مخلوق من نار، وبين الأصغر آدم والمخلوق من شيء غير نفيس وهو الطين. وهذا الصراع الذي حل بين الأكبر والأصغر سيبقى بنية موجودة في العديد من الروايات. بالنسبة للأخت، هنا كان ماديج اشتغلت بها بالنسبة للأخوات أيضا، لكن ما أريد أن أشير إليه وهو ما تناولته في كتابي أيضا، أن الأخوة لا تعني دائما المنافسة والحقد والحسد وإلى آخره، وإن كان هذا ضروريا. وأنا أستند هنا إلى دراسة الناقد الأنثروبولوجي روني جيرار، خاصة في مفهومه الرغبة المحاكاتية، ويوضح لنا رغبة كل واحد منا، الموضوع الذي يرغب فيه، موضوع رغبته وموضوع رغبة الآخر. لا نرغب في الموضوع في حد ذاته لأنه مهم، لا أرغب في الشيء إلا عندما يرغب فيه الآخر. وهذا مفهوم مهم، وما وقع بين قابيل وهابيل حول الأخت. حضور الأخت سواء في قصة قابيل وهابيل ربما كان سلبيا وفي العديد من القصص الأخرى، لكن لابد من أن نشير أن الأخ ليست له دائما، أو الأخت ليست لهما دائما هذه الصورة السلبية. هناك صور إيجابية أيضا، حتى في صورة يوسف ينبغي أن نستحضر العلاقة بين يوسف وأخيه الأصغر، وحتى في نهاية القصة كيف عادت الأخوة بصورة إيجابية جديدة. وفي طورتنا السردي دائما أشير إلى أن الألف ليلة وليلة درست كثيرا وشخصياتها، وركز الناس على شهرزاد وشهريار كثيرا، لكنهم أهملوا عنصرا ثالثا مهما جدا، وهي دنيا زاد، أخت شهرزاد. مع أن هذه الأخت الصغرى التي كانت العنصر الثالث الذي يجمع بين شهرزاد وشهريار كانت هي لو ديكلونشور، يعني هي التي جعلت الحكية عند شهرزاد ينطلق. بطبيعة الحال بتآمر مع شهرزاد بعيدا عن شهريار، لكن هذه الأخت لعبت دورا فعالا في أن ينطلق السرد مع شهرزاد. فأعليت حل، هذا موضوع فيه الكثير من التفاصيل، وأرجو الله أن يساعدني على أن يخرج هذا الكتاب حول الإخوة الأعداء في القريب العاجل. لكم الكلمة دكتور عقيل. شكرا جزيلا دكتور. احنا الآن الوقت يشارف على الانتهاء، اعتدنا أن ننهي مثل هذه المحاضرات أو الجلسات بكلمة ترحيبية لعميد الكلية الدكتور ماجد، فإذا كان موجود معنا، هو موجود
فأرجو أن يتفضل. شكرا جزيلا للدكتور حسن على هذه المحاضرة الرائعة، وحقيقة تشرفنا اليوم بحضوره بيننا في جامعة البصرة كلية الآداب، وأنا أتمنى أن لا يكون هذا يعني اللقاء كما أتمنى هو من قبل أن يكون حضوريا إن شاء الله بعد أن يعني تتحسن الظروف إن شاء الله الصحية. والحقيقة أنا ليس لدي سؤال ولا أريد أن أطيل على الدكتور. شكرا جزيلا دكتور، ونتمنى يعني أن لا تكون هذه آخر التواصل بيننا إن شاء الله. وشكرا جزيلا أيضا للدكتور عقيل الذي صراحة يعني حاول أن يتواصل مع الدكتور حسن وقبلها مع الدكتورة سلوى، وإن شاء الله ستكون هذه منصة للأكاديميين في الوطن العربي والعراق للتعريف بهم وبجهودهم القيمة. شكرا جزيلا إلى الدكتور سامر أيضا وإلى الأخوة الحاضرين في قسم اللغة العربية الذين يعني دائما كان حضورهم مشرفا بالأسئلة والمداخلات، ومثل هذه الفعاليات حقيقة هي تسد ثغرة سببتها الظروف الصحية، لأن اللقاء هذا الافتراضي يعني ثغرة عن اللقاء الحضوري، وإن شاء الله كما قلت سيكون اللقاء حضوريا في المؤتمرات وفي الندوات، والجامعة الآن بصدد إقامة مؤتمر دولي تشترك فيه 4 كليات فيها أقسام اللغة العربية عن واقع اللغة العربية وآدابها، وإن شاء الله يعني سيكون الدكتور حسن من المدعوين إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا لك يا دكتور، شكرا جزيلا. أؤكد على ما قاله الدكتور ماجد، فعلا هذه اللقاءات تسد ثغرة قسم منها يعود إلى يعني الظروف التي خلقها الوباء، وقسم يعود إلى أحيانا لا أعرف ماذا أسميه، ضعف التوزيع، لأن الدكتور حسن أشار إلى أن كتابه اللي فاز بجائزة لم يصل، أو أنه لم نتمكن وعظمنا من الإطلاع عليه، هذا يعود إلى أنه لم يوزع الكتاب. يعني أنا شخصيا ربما اهتمامي بهذا الموضوع ومتابعتي للدكتور حسن لم أجد هذا الكتاب حتى في غير العراق، حتى عندما سافرت خارج العراق لم أجده، فيبدو أن بعض الكتب لا توزع بشكل جيد، ويبدو أيضا أن خاصة في هذه الفترة الأخيرة الكتب التي تطبع عندنا في العراق في بعض الدور النشر تحظى بتوزيع جيد وانتشار جيد ويستفيد منها الباحثون. احنا الآن عندنا في العراق وسط جيد متلقي لكل ما هو جديد في البحث، وأيضا قادر على تفعيله في إنتاج بحوث جيدة، وهو متابع للأسماء النقدية. أكرر شكري للدكتور حسن على قبوله الدعوة، وكما قال هو وقال الدكتور ماجد أتمنى أن يتحول هذا اللقاء إلى لقاء حضوري ويستمر التعاون بيننا. فشكرا لك يا دكتور حسن، وشكرا لسيد العميد الكلية وللحاضرين جميعا، وتصبحون على خير. الشكر لكم دكتور عقيل وللسيد العميد والسادة الأساتذة والطلبة الأعزاء، شكرا لكم ونلتقي قريبا إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. إن شاء الله. إن شاء الله.